وسهلا مشاهدينا الكرام في فقرتنا الرياضيه. اكيد اللي قلتها لكم اليوم حيكون عندنا موضوع مخصصينه مع كوتش منال، راح تشاركنا فيه كابتن منال وتعرفنا اكثر على التمارين الرياضيه المناسبه للسيدات الحوامل، وكيف الواحد منهم انه تبدا تسوي تمارين رياضيه بامان ومن غير مبالغه. صباح الخير عليك كابتن. صباح النور. الله يسعدك. صباح. كان ودي نسوي مع تمارين كذا تنشط شوي، ولكن خلينا نخصص موضوعنا للحوامل. بدايه كوتش، كثير من الحوامل عندها هوس ما بعد الولادة إنه وزنها راح يزيد، ولكن هل من الممكن إنه في أثناء حملها تكون مسيطرة على وزنها؟ أكيد طبعا، بس من لازم تعرف أي سر تبغى تحمل إنه تكون أول، خصوصا أول بيبي يجيها هوس إنه ما تبغى جسمها يخرب. هي لازم تقرر من الأول قبل ما تحمل، مخططة للحمل من قبل الحمل بسنة أو سنتين، تبدأ تمارس الرياضة وتقوي عضلات جسمها، بعدين تدخل على تمارين الحمل إذا كان تبغى فعلا يصير الاستشفاء سريع وترجع لجسمها بسرعة. يعني خلينا نقول إن ممكن السيدات الحوامل إن شاء الله يقومون بالسلامة إنهم يمارسون الرياضة بشكل طبيعي أثناء الحمل، ولكن في رياضة في شروط. يعني ما تقدر تمارس الست الرياضة إذا كانت عمرها ما مارست رياضة قبل كده وتيجي فجأة وهي حامل تبغى تدخل الجيم وتبغى تدخل جروبات أو تبغى تمارس رياضة تقوي عضلاتها، ممنوع إلا باستشارة الطبيب والتمارين بسيطة جدا. لكن علشان نقول تدخل الجيم أو تتمرن في البيت تمارين عالية الشدة، لازم تكون أصلا لها ذاكرة عضلاتها، الميموري حقت عضلاتها كويسة، بتمارس الرياضة من الأول، نسمح لها. جميل. ولكن ما هو بالساهل ومو أي أحد. جميل. لكل سيدة حامل الآن الله يقومها بالسلامة تتابعنا في حلقتنا لهذا اليوم، كابتن منال راح تطبق لنا بعض من التمارين اللي ممكن السيدات الحوامل إنهم يمارسون فيها رياضتهم، خلينا نقول للمبتدئات وأول حمل وما بعدها، صحيح؟ نبغى نقول بس حاجة كمان. صدري. إنه شروط ممارسة الرياضة للحامل في لها شروط، مو من أول شهر، أول 3 شهور ممنوع الرياضة تماماً. الثلاثة شهور اللي هي من الشهر الرابع للشهر السابع أو للشهر السادس نقول تقدر تمارس فيها رياضة بشدة متوسطة، ما يزيد ضربات القلب ما تزيد. الشهور الأخيرة إذا كانت هي أصلاً متمرسة وعندها ذاكرة عضلية كويسة في الرياضة تقدر تمارسها بشدة عالية، ولكن تحت إشراف الطبيب أو بعد إذن الطبيب. هذه أحط تحتها 1000 خط. جميل. لازم الطبيب يأذن بالتمارين الرياضية للحامل، مو أي واحدة تقدر تسوي تمارين رياضية. أكيد. سيدات الحوامل جاهزين؟ لك صوت الصورة كابتن. تفضلي. الله يخليك. تفضلي. معنا كوتش رانيا التونسية حتشاركنا اليوم تمارين، تنفذ التمارين للحامل. حنبدأ أول ناخذ الكرسي كوتش رانيا. الكرسي، ناخذ الكرسي الأول. حنبدأ أول بتمارين لتقوية عضلات العضلات السفلية وعضلات الكور، هذا مرة مهم للحامل إن هي تبدأ فيه إذا الطبيب سمح لها بالتمارين. حناخد أول تمرين السكوات. حتعمل السكوات ما تتعدى ركبتها أطراف الأصابع وهي نازلة. تعمل التمرين هذا 10 عدات، 3 جلسات أو جلستين. إذا تعبت تحس إن هي تعبت لازم تريح وتوقف تعمله. إذا كان فيها إمكانية إن هي تسوي تستمر فيه. التمرين الثاني حتفتح رجولها أبعد من أكتافها وتنزل بالتمرين بحيث إن هي تكون حاطة يدها على كرسي. إذا كانت تقدر من غير الكرسي تسوي أو أي شيء في البيت تقدر تعمله من غير، هذا التمرين كمان مرة كويس يقوي عضلات الكور، يقوي عضلات الحوض، مرة مهم لها ويساعدها حتى كمان في الاستشفاء وأثناء الولادة. في تمارين تانية راح نعملها. هذا التمرين حيفيدها للظهر ويساعدها حتى كمان في التنفس، ولا ننسى التنفس للمرأة الحامل الشهيق والزفير مع كل حركة تعملها. ترى هذا التمرين 10 عدات كويسة لها لظهرها ولعضلات بطنها كمان. والتمرين الأخير اللي هو عضلات
العضلات الخلفية والعضلات العميقة كمان يفيدها، تحاول إن هي تعمل استرتش، تحاول تمسك أطراف الأصابع قد ما تقدر بهذا التمرين، 10 عدات في الرجل اليمين تتني رجلها، وال10 عدات للرجل اليسار كمان. كل يوم تمارس هذا التمرين، ما تحتاج أكثر من 5 دقائق 10 دقائق تمرين، ولكن إذا تعبت وحست إن هي ما هي قادرة تتنفس، التنفس عالي، ما هي قادرة حتى تتكلم، توقف تمرين. إذا حست إن هي تقدر، التمرين ده مرة مفيد، وبيفيد كمان الاستشفاء بعد الولادة، وبيفيد إن هي ترجع عضلاتها بسرعة بعد الولادة. شكرا كوتش رانيا، وشكرا والميكروفون والكاميرا لك يا فيصل. كابتن منال، وأيضا شكرا لكوتش رانيا اللي كانت بجوارك، يعطيكم العافية. وإلى موضوع آخر.